نبحث في هذا الملف الآن مع ضيفي من القاهرة، الخبير في شؤون الأمن القومي اللواء دكتور محمد عبد الواحد، ومن طهران الأكاديمي والباحث السياسي دكتور محمد صالح صدقيان. أهلا وسهلا بكما، كل عام وأنتما بخير. دكتور صدقيان، سأبدأ معك هنا. لو نشرح هذا الكلام للبعثة الإيرانية في مجلس الأمن التي تقول بأنه كان ممكن أن تتغاضى طهران عن رد فعل لو أنه مجلس الأمن يعني تبنى قرارا بالتنديد، وأيضا هناك تصريحات لوزير الخارجية الإيراني يعني تحمل احتمال أنه لا نريد التصعيد بشكل كبير، بينما نجد أنه من أمريكا في كلام كثير عن أنه الضربة الإيرانية المتوقعة ستكون كبيرة جدا وأكثر من المعتاد. نلاحظ أنه في يعني خلاف بين الأطراف، في حرب نفسية، في حرب إعلامية، لكن في تضارب كبير في شكل أو نوايا طهران على الأقل فيما يتعلق بالرد الإيراني. لماذا برأيك؟ تحية لك يوسف وإلى ضيفك والمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. أنا أعتقد بأن كل ما تفضلت به صحيح، لا يوجد فيه خطأ، ربما هناك تضارب بهذا الكلام لكنه صحيح. يعني إيران، ما قاله المندوب الإيراني في منظمة الأمم المتحدة كرره أيضا وزير الخارجية الإيراني أمير حسين أمير عبد اللهيان عندما نقل ذلك إلى وزراء خارجية بريطانيا، ألمانيا وأستراليا الذين اتصلوا معه يوم أمس، قال لهم بشكل واضح بأن إيران كانت تنتظر أن يدين مجلس الأمن الدولي خلال الاجتماع الذي عقده لمناقشة الهجوم الإسرائيلي ضد السفارة الإيرانية بدمشق، لكن الاجتماع لم يضفي إلى إدانة وإلى معاقبة إسرائيل، وبالتالي تم انتهاء الاجتماع وبقت الأمور على حالها. الوزير الإيراني قال لوزير الخارجية البريطاني بشكل واضح بأن في مثل هذه الحالة أن إيران مجبرة لأن تأخذ زمام المبادرة وتعاقب إسرائيل على ما فعلته. وأنا أعتقد بأن فعلا أن القيادة الإيرانية اتخذت هذا القرار بمعاقبة إسرائيل. وآخر هذا الكلام سمعناه من المرشد الإيراني الأعلى وهو القائد العام للقوات المسلحة، قاله في خطبة عيد الفطر. نعم. قال بشكل واضح جدا بأنه يجب أن تعاقب إسرائيل وسوف تعاقب. يعني هذه دكتور صدقيان، الاصطلاحين أو الجملتين، هذه الجملة مهمة للمرشد، لكن هل ما يخرج من تصريحات تبدو متناقضة على الأقل هو نتاج اختلاف الرأي حول طبيعة الرد بين المؤسسة الحكومية والدبلوماسية الإيرانية وبين المؤسسة العسكرية أو الحرس الثوري، خلينا نكون أكثر وضوحا في موضوع أنه الرد وتداعيات الرد، هل يوجد ربما اختلاف في الرأي في هذا الموضوع هو الذي يتسبب بهذه التصريحات؟ أنا لا أعتقد بأن هناك اختلاف بمصادر في داخل مصادر القرار الإيرانية، لكن ربما توجد هناك أوساط إيرانية، هذه الأوساط الإيرانية ومعها شخصيات أيضا ربما تعتقد بأنه يجب أن يكون الرد سريعا وقاطعا وبالمستوى الذي يستطيع أن يوقف الهجمات الإسرائيلية على المستشارين الإيرانيين وعلى المصالح الإيرانية في سوريا، لأن هذه ليست المرة الأولى، وبالتالي هم يقولون بأنه يجب أن تكون المرة الأخيرة. لكن في مصادر القرار العليا أنا لا أعتقد بأن هناك خلاف. دعني أشير إلى أنه لأنه لحد الآن لا نعرف أنه متى وأين وكيف وبأي مستوى سوف ترد إيران، لكننا نعرف بشكل دقيق بأنه هناك ثوابت في هذا الرد. الثابت الأول يعني هذه المحددات الأساسية، هناك نقطتين أساسيتين. الأول هو أن إيران يعني سلوك الإيراني في السابق لم يكون الرد بالمثل، يعني يقتل شخص في طهران
يجب أن يقتل شخص آخر في تل أبيب أو حيفا، يدمر مبنى، يتم تدمير مبنى. لحد الآن إيران لم تتحرك بهذا الاتجاه، وإنما تتحرك باتجاه بأنه كيف تؤثر على الأمن القومي الإسرائيلي. وهذا ما حدث في عندما هوجمت منشأة نطنز، ومبنى في منشأة نطنز كان يخصب اليورانيوم بنسبة 20%، بعد ذلك إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 60%. النقطة الثانية التي أريد أن أذكرها، النقطة الثانية هو أن فعلا نتنياهو الآن يريد جر إيران واستدراج إيران لتوسيع نطاق الحرب، ونتنياهو يعلم جيدا وحكومة الحرب الإسرائيلية تعلم جيدا بأن إذا إيران دخلت الحرب ووسعت نطاق الحرب فإنهم سوف لن يكونوا في مقابل إيران، وإنما سوف تأتي الولايات المتحدة، وبالتالي هو يريد وضع فخ واستدراج إيران من أجل استدراج الولايات المتحدة، وجعل إيران مقابل الولايات المتحدة، وهذا ما كان يفكر به نتنياهو منذ الرئيس ترامب، لكن الرئيس ترامب لم ينزلق إلى مثل هذه الحرب. هو الآن يريد أن تنزلق الولايات المتحدة إلى حرب لتكون في مواجهة مباشرة مع إيران، وأنا أعتقد بأن كل هذه الحسابات هي على الطاولة الإيرانية، والإيرانيون في مصدر القرار الرئيسي يحسبون لكل هذه الاحتمالات حسابات قبل أن يتخذوا تقدير الموقف، أي من البدائل الموجودة على الطاولة الإيرانية يستخدمونها من أجل الرد على قصف السفارة الإيرانية بدمشق. طيب، يعني هناك العديد من التفسيرات والتوضيحات التي قدمتها دكتور صدقيان. دعني أسأل الآن اللواء الدكتور محمد عبد الواحد في القاهرة. مرحبا سيادة اللواء. هنا نحن أمام حالة فريدة، يعني هنا اعتدنا أنه دائما التصعيد بين إيران وإسرائيل يتم عبر الوكلاء، يعني إسرائيل إما أنها تنفذ عمليات استخباراتية نوعية على الأرض الإيرانية في الداخل، أو ممكن أن إيران ترد عبر حزب الله أو الحشد الشعبي أو الحوثيين. موضوع الاستهداف المباشر هنا والتهديد بأنه إيران ممكن أن تستهدف إسرائيل بشكل مباشر، وحتى إسرائيل عندما تقول وتحذر تقول نحن سنصعد إذا جاءت الضربة من إيران وليس من كالعادة، هل نحن أمام فعلا سابقة؟ يعني هل ممكن أن يصل الحد إلى أنه الطرفين يستهدفان بعضهما البعض بشكل مباشر، أم نحن نبالغ هنا في ردود التوقعات؟ يعني أهلا بحضرتك وأهلا بضيفك الكريم وبمشاهدينك الكرام. أولا عملية ضرب القنصلية الإيرانية في سوريا ده بيعتبر خرق لقواعد الاشتباك ما بين إيران وما بين إسرائيل، وكأن إسرائيل تستفز إيران أو تريد أن تعرف مدى جاهزيتها في رد الفعل، وده الحقيقة بيضع الحكومة الإيرانية دائما في موقف حرج في عملية الرد والانتقام من هذه الضربة، لا سيما وأن التصريحات الإيرانية الحقيقة كثيرة جدا وبها تصعيد خطير. وفقا للتصريحات، هناك تصريحات من المرشد الأعلى علي خامنئي ومستشاره وتصريحات من قائد قوات البحرية كلها الحقيقة مبالغ فيها إلى حد كبير، وبالتالي بتضع أيضا الحكومة الإيرانية في موضع حرج، لا سيما وأن إيران تعلم تماما أن التصعيد المبالغ فيه قد يجر المنطقة إلى مواجهات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بريطانيا كمان وغير إسرائيل، لأن لديهم مصالح في المنطقة، مصالح كبيرة. التصريحات الإيرانية تناولت ثلاث سيناريوهات الحقيقة، سواء ضرب مضيق هرمز كما صرح بها قائد القوات البحرية للحرس الثوري، أو ضربة مباشرة داخل إسرائيل في العمق الإسرائيلي وأنا أستبعدها تماما، أو ضرب مصالح إسرائيلية في أماكن متفرقة من خلال الأزرع المسلحة أو حلفاء إيران في المنطقة. هناك احتمالات كبيرة جدا أن يقوم
بها حزب الله في سوريا أو الميليشيات الشيعية في العراق لضرب مصالح إسرائيلية، أو من قبل الحوثي لضرب مصالح إسرائيلية في المنطقة. هناك مصالح كثيرة الحقيقة في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي، هناك وحدة استشعار عن بعد إسرائيلية في جزيرة دهلك الإريترية دي تحت مرمى الصواريخ الحوثي، هناك سفن ويعني الحقيقة مصالح إسرائيلية كثيرة في هذه المنطقة. لكن ضرب إسرائيل وكمان سيناريو باب مضيق هرمز ده مرفوض شكلا وموضوعا تماما، يعني احنا يعني غلق هذا المضيق ده إعلان الاستهداف المباشر أنت تستبعده، يعني بس باختصار تستبعده بسبب تداعياته ولا تستبعده بسبب عدم وجود قدرة عسكرية إيرانية على قصف إسرائيل أو بضربها من الأراضي الإيرانية بشكل مباشر؟ أستبعده تماما، لأنه رد الفعل هيكون تصعيد. يعني إسرائيل ليس لديها عمق استراتيجي، معظم معارك إسرائيل كلها خارج أراضيها، لا توجد معركة داخل أراضيها، وبالتالي استهداف في داخل العمق الإسرائيلي ده بيكسر هبة إسرائيل في المنطقة بالكامل. وأتخيل أن لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية هتسمح بهذا تماما، وإيران تماما وفقا لحساباتها وحسابات الربح والخسارة أتخيل أنها لن تلجأ إلى مثل هذا السيناريو، ممكن تستخدم سيناريوهات بديلة أخرى عن الضرب داخل العمق الإسرائيلي. طيب هنا أود فقط أن أطرح يعني تعليق أمريكي حول يعني الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، حتى نفهم أين يمكن أن تقف أمريكا من أي تصعيد بين الطرفين. فصحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن كبار مسؤولي البنتاغون شعروا بالإحباط لأن إسرائيل لم تخطر الولايات المتحدة قبل شن ضربة على موقع إيراني في سوريا هذا الشهر، وهو تصعيد يرون أنه يزيد المخاطر على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. هنا طبعا يعني هذا الموقف ممكن يكون في إطار العتب، لكن لا يمنع أنه الدعم الأمريكي العسكري لإسرائيل مستمر. دكتور صدقيان، فيما يتعلق بالهجوم المباشر أو يعني الرد الفعل، يعني شفنا ما حصل كما حضرتك قلت يعني في السابق أنه لم يكن هناك رد بالمثل، وبالتالي طهران تريد هذه الهجمات أن تتوقف. عندما تم قتل قاسم سليماني في بغداد، ترامب يعني الرئيس الأمريكي السابق يقول أنه تم ترتيب مسرحية لقصف إيران لقواعد عسكرية أمريكية وتم الإبلاغ عن الإحداثيات وكل شيء. الآن لماذا لا نتوقع أن يكون نفس السيناريو يتكرر مرة أخرى هنا لحفظ ماء الوجه، وبالتالي يعني عدم التصعيد وممكن بعد ذلك انتظار الدخول في مفاوضات مع أمريكا، لأن طهران تستفيد دائما من أي أزمة للتفاوض والحصول على مكاسب سياسية. هذا صحيح جدا. من خلال تتبعنا للسلوك الإيراني ربما أن يكون بعض هذا الكلام يكون صحيحا، لكن الصحيح أيضا بأن اتصال ثلاث وزراء بريطانيا وألمانيا وأستراليا مع إيران والطلب من إيران بعدم الرد، واتصال وزراء خارجية عرب إقليميين يوم أمس مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، هذا يشير إلى أن هناك شيء معين. وكل هذه الاتصالات كانت بدفع من الجانب الأمريكي، وهم الذين وجهوا مثل هذه التوجيهات من أجل الضغط على إيران وتنبيه إيران بأن أي رد إيراني ربما بيشعل فتيل حرب لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد بأن ما تعرفه الولايات المتحدة من أجل الضغط على إيران أني يجب أن لا يستهان بذاك الأمر. معنى ذلك بأن هناك فعلا قرار إيراني يريد أن يرد، والرد عندما يكون من داخل الأراضي الإيرانية وربما يفتح جبهات جديدة ولا يقف عند حدود معينة، والأمور غير يعني غير واضحة لحد الآن حتى عندنا كمراقبين الآن لشأن الإيراني. الأمور فعلا غير واضحة أنه كيف سيكون الرد، لأن الرد الإيراني بالتأكيد
أنه سوف يكون هناك رأي رد ويعني رد أمريكي، والأمريكان قالوا ذلك، بايدن قال ذلك بأنه إذا تعرضت إسرائيل لقصف أو لهجوم إيراني فالأمريكان سوف يدخلون، وبالتالي هناك قضية تتعلق بالجانب الأمريكي وهي مشكلتنا حقيقة. الجانب الأمريكي فقد هذه المصداقية، يعني نحن نتحدث عن اتصالات قام بها الجانب الأمريكي وبطلب منه سواء خلال الرسائل الأولى التي بعثها بعد 7 أكتوبر، في المباحثات غير المباشرة التي تمت في مسقط في يناير الماضي، نعم. الآن بعد الأول من أبريل نيسان بعد قصف السفارة الإيرانية بدمشق كان هناك اتصالات أمريكية للجانب الإيراني بشكل غير مباشر ورسائل متبادلة أيضا، لكن عندما نشاهد السلوك الأمريكي، الدعم الأمريكي لإسرائيل، حتى قضية أنه الولايات المتحدة لم تكن تعرف بالقصف الإسرائيلي يبدو بأن هذه غير دقيقة جدا، لأن حسب قواعد بيع السلاح الطائرات F-35 هي التي قصفت، الصواريخ أمريكية، طائرات أمريكية، سلاح أمريكي، وبالتالي الأمريكان غير دقيقين وغير واضحين وليسوا شفافين في نقل المعلومات. الآن هناك جسر جوي 14 مليار جسر جوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، 14 مليار مساعدات أمريكية لإسرائيل، وبالتالي هذا القتل الذي استمرار العدوان في غزة سببه الدعم الأمريكي لإسرائيل أيضا. واضح. طيب سيادة اللواء الدكتور محمد عبد الواحد، بدي أسألك هنا عن المنطقة وردود الفعل، يعني نحن نتحدث عن منطقتنا التي نعيش فيها وكأنه ليس فيها سوى إيران وإسرائيل وأمريكا التي تأتي من آلاف الأميال البعيدة هنا. التصعيد يعني الاستقطاب الإيراني الإسرائيلي حبس المنطقة في للسنوات الماضية يعني بشكل كبير، لكن برغم هذا العداء المتبادل الطرفين استفادوا منه، يعني إيران وسعت نفوذها في المنطقة في الدول العربية بحجة أنها يعني تريد التصدي لإسرائيل، إسرائيل أيضا كانت توسع علاقاتها وتحاول تصفية القضية الفلسطينية بسبب تهديدات طهران، لكن اليوم نرى أنه في الآن صار في مواجهة مباشرة بين الطرفين، ما مدى مصداقية هذه المواجهة لأنه يعني لم تحدث سابقا، وما تداعياتها على المنطقة، يعني ما الذي يمكن أن تفعله الدول العربية دول المنطقة لكسر هذه الدائرة ولا يبقى الموضوع قائما بين هذين الطرفين والوساطة الأمريكية والباقي وكأنه لا يحق له التدخل أو قول شيء في هذا الأمر؟ يعني أنا بشكر حضرتك على التوضيح ده، حضرتك لخصت 45 سنة منذ نشأة الدولة الإسلامية في 79 وحتى الآن 45 سنة وهناك توتر في المنطقة، حرب إيرانية عراقية ومحاولة لتصدير الثورة الإيرانية إلى منطقة دول الخليج، وكان هناك حائط صد من دول الخليج لتصدير هذه الثورة، ثم قامت إيران بتغليف هذه الثورة في أمور دبلوماسية أخرى في محاولة لفرض نفوذها. والحقيقة التواجد الأمريكي في المنطقة سواء الحرب في أفغانستان أو الحرب في العراق إدى فرصة، وكمان ثورات الربيع العربي إدت فرصة لإيران لتوسيع نفوذها في المنطقة وربما بمباركة أمريكية حتى تكون المنطقة دائما ملتهبة، ليست مشتعلة بالمعنى العسكري ولكن ملتهبة تحقق منها مصالح. الولايات المتحدة تهدد دول الخليج أو تبتز دول الخليج في المنطقة، كمان تمنع الولايات المتحدة تمنع الاستثمارات الضخمة الصينية في المنطقة لأنها منطقة مهددة وبها مخاطر، وبالتالي حققت مصالح كثيرة جدا، وإيران هي الأخرى حققت مصالح، وهو ده اللي بنى قواعد الاشتباك ما بين الطرفين، سواء ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أو ما بين حلفاء إيران في المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية. يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحافظ على أزرع إيران المسلحة، الحوثي تم شطبه من قائمة الإرهاب من قبل، والضربات الأمريكية ضد الحوثي عملية تهذيب لسلوكه فقط وليس لتدميره
أو القضاء عليه. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي من تريد شكل المنطقة بهذا الشكل حتى تحقق أعلى مكاسب، لكن الخاسر الأكبر في هذا الموضوع هي الدول العربية ودول الجوار. إيران في تعاملها مع الدول العربية، يعني شهدنا خلال الفترة السابقة هناك تقارب عربي إيراني ولكن محفوف بالمخاطر، تقارب حذر بسبب الأطماع الإيرانية في المنطقة، ده من جهة. لغة الاستعلاء اللي دايما الخطاب الإيراني بيتعامل بها مع أشقائه العرب، كل ده بيخلق نوع من التوترات في المنطقة، توترات جيوسياسية. ربما أي استفزاز خلال الفترة القادمة قد ينقل المنطقة إلى منطقة صراع، ومنطقة صراع هنا حتى شركاء إيران الدوليين لو هي رهنت عليهم مش هيقفوا معاها. يعني حتى الصين لن تستطيع أن تقف مع إيران إذا أغلقت مضيق هرمز. الصين بتعتمد في 80% من نفطها على هذا المضيق، دول العالم كله لن تترك إيران تغلق المضيق، وحتى روسيا الشريك التقليدي والاستراتيجي لإيران هتفضل مصالح إسرائيل عن مصالحها مع إيران بسبب وجود الحقيقة أصول تاريخية موجودة في إسرائيل. معظم الهجرة الأولانية كانت سكان روس، كان روسيا هي من دعمت قيام دولة إسرائيل وبقوة وساندتها بدعم كبير، كانت تعتقد أن المشروع اليهودي الهارب من النازي كان قريب جدا من مشروع الاتحاد السوفيتي والشيوعية، وهجرة ثانية في التسعينات. يعني مصالح روسيا مع إسرائيل تفوق مصالح روسيا مع إيران، وبالتالي هتفضل إيران دولة حبيسة منبوذة في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية هتزيد من عزلتها في المنطقة. طيب دكتور محمد صالح صدقيان، هنا يعني هذا التوتر، أنت ذكرت أنه طهران تريد وقف هذه العمليات، عمليات القتل لقيادات، لكن هذا يدفع يعني إلى حل إقليمي. يعني لا يمكن، يعني إحنا البعض يقول أنه قد يكون من الأفضل تفجير الموقف بين إسرائيل وإيران من أجل الوصول إلى تفاهمات سلام إقليمية وإنهاء هذه المشكلة، لأنه هذا التوتر سيستمر بهذه الوتيرة دون تحقيق أي أهداف، فيما يعني اقتصاد المنطقة هو الذي يتضرر، وحتى إيران، حتى دول الجوار، حتى إسرائيل. بالتالي هل لدى طهران رؤية مستقبلية لسلام في المنطقة مع الجوار من أجل إنهاء كل هذه، سلام واقعي منطقي يمكن تحقيقه بالأدوات، وهي ترى أنه حتى جوارها بدأ يتغير في سياساته وفي مقاربته حتى مع الغرب؟ يوسف، أنت وضعت يدك على مربض الفرس. المشكلة إيران تعتقد بأن مشكلة المشاكل في إسرائيل، ومشكلة المشاكل أيضا في أن الولايات المتحدة لا زالت تعتقد بأن إسرائيل أولا في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي الولايات المتحدة عندما تريد أن تنظر للشرق الأوسط تنظر بعين إسرائيلية، وعندما تريد أن تفكر بعقل إسرائيلي، وعندما تريد أن تتنفس شرق أوسطيا تتنفس برئة إسرائيلية، عندما تريد أن تبيع طائرات لأي دول من الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، وأنت تعلم ذلك وهذا كثير جدا، عندما تريد أن تبيع طائرات تبيعها بموافقة إسرائيل. هذه النقطة، المشكلة الأساسية في الولايات المتحدة. إيران تعتقد بأن إسرائيل ليست أولا في منطقة الشرق الأوسط. إيران لم توقف عمليات التنمية في الشرق الأوسط. إسرائيل هي التي الآن، نحن نتحدث عن 75 عام، لا نتحدث عن أكتوبر أو نيسان أو ما شاكل ذلك، عن 75 عام حروب وأزمات. وإسرائيل الكل يعلم إسرائيل تريد أن تقسم المقسم وتجزئ المجزأ، وهي مشكلة حقيقية موجودة الآن. هذا الشعب العربي المسلم الموجود في غزة، طيب، انتهت ستة أشهر، نحن دخلنا في الشهر السابع، هناك يعني هذا القتل الذي والتجويع. شكرا لضيفي، علي أن أنهي هذا الحوار هنا. شكرا جزيلا لكما.